ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد من عند الكتاكيت الفيومي بتاعتنا، اللي ان شاء الله لو ربنا اداني طول العمر هربي منها جزء ليه رمضان، اللي هو ان شاء الله جزء الديوك اللي هيطلع فيها دوت ان شاء الله انا هربيه ليه رمضان. الفراخ الفيومي يعتبر من احسن الفراخ اللي ممكن تربوها، لانتاج اللحم وانتاج البيض، وكمان يعتبر بتيجي بسرعة في الوزن بتاعها، وزنها بيجي بسرعة وتجيب اوزان حلوة جدا، يعني ممكن على رمضان وزنها يتراوح من 1.5 كيلو لـ1.7 كيلو. فطبعا هتبقى حلو جدا، وبصراحة هي بالنسبة لي افضل 1,000,000 مرة من الفراخ البيضة، لان انا من الناس اللي ما بتاكلش الفراخ البيضة، يعني ما بحبش لحمة الفراخ البيضة. بالنسبة لي ان انا اربي كتاكيت فيومي احسن لي 1,000,000 مرة. شوف بقى مع بعض دلوقتي. طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات انا استقبلتهم ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، اللي هو بدفي المكان بس قبل ما هم يجوا بساعتين، وكمان بستقبلهم على محلول معالج جفاف، وطبعا على في تركيز 23% بروتين. بس هي دي كده طريقة الاستقبال بتاعت اول ما بنجيب الكتكوت في الكرتونة. طبعا دلوقتي انا حاليا بستعمل لهم، طبعا انا عديت اليومين بتوع الاستقبال ودلوقتي بستعمل لهم روافع مناعة بالنهار، وطبعا انا ما عنديش مضاد حيوي فنستجيب مضاد حيوي، فبحط لهم ليمون بالليل. تمام. المهم ان احنا بنربي طيورنا على حاجات طبيعية. الليمون يعتبر مضاد فيروسات من الدرجة الاولى، يعني احسن عندي بصراحة، احسن 1,000,000 مرة من اي علاج. فهو الليمون بالنسبة لي احسن 100 مرة من اي علاج تاني، لانه مضاد حلو جدا 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 للفيروسات. بسرعة بقى كده، لو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي ما عملتوش لايك على الفيديو، يا ريت تعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديو ده يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس. ولو كنتوا بقى لسه بتشوفوني لاول مرة تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد من عندي. واللي حابب يستفسر عن اي حاجة يسيبها لي تحت في التعليقات، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. الفراخ الفيومي اللي هي الكتاكيت اللي قدام حضراتكم دي كده الكتاكيت الفيومي معايا اهو. ده كده الكتكوت الفيومي، شكل الكتكوت الفيومي. طبعا كتاكيت فيومي بيور درجة اولى فرز اول. الكتكوت انا كنت جايبه بـ4 جنيه، لحد لما اتفاجئت بقى النهاردة ان الكتكوت بقى بـ7 جنيه. فطبعا الحمد لله انا لحقت نفسي وجبت دورة الكتاكيت دي. دورة الكتاكيت دي ان شاء الله اللي هتبقى معايا رمضان، هسيب طبعا البرابر اللي فيهم، والديوك طبعا الفيومي طبعا معروف انها بتشيل وزن عالي جدا عن الفراخ كمان، يعني الديك ممكن نوصل لـ2 كيلو في شهرين، اللهم صل على النبي. فاللي هو لازم ان انا يعني قلت بدل ما اجيب فراخ بيضة، وانا كده كده ما باكلش الفراخ البيضة، وعندنا برضو في البيت ما بناكلهاش قد كده، يعني عندنا احنا ناكل بط وفراخ بلدي احسن 1,000,000 مرة من ان احنا ناكل فراخ بيضة بصراحة. وبرضو جبنا الفراخ الساس وطلعت جميلة، لكن الفراخ البيضة هي اللي مش مستحبة قوي على قلبي، فقلت اجيب لي دورة فراخ فيومي في الفترة ديت، لان دي افضل فترة ان احنا نشتري فيها طيور، اللي هو احنا دلوقتي في نص يعني يعتبر 2 قرب يخلص، يعتبر كده يعني الشوطة يعتبر خفت شوية، لكن هي طبعا لسه موجودة عشان ما اكدبش عليكم اقول لكم ما عادتش موجودة، لا هي لسه موجودة وموجودة عند سطوح كتير قوي حواليا، فربنا يسترها عليا وعليكم يا رب، لان هي بتبقى من اصعب الحاجات اللي ممكن تيجي عند اي حد، هي الشوطة او انفلونزا الطيور او النيوكاسل، هما التلاتة نفس اللي بيحصل الاعراض بتاعت التلاتة واحد. تمام. فطبعا هبدأ ان انا اربي الكتاكيت دي بقى معاكم. طبعا انا المكان بتاعهم عايز يتنضف، النهاردة تالت يوم ليهم، هبدأ ان انا انضف لهم المكان دوت. ممكن بكرة ان شاء الله، لاني مكلم واحد على شكارة نشارة وهجيبها منه بكرة، عشان ناوي ان شاء الله ان انا بكره بقى الكتاكيت دي هطلعها في الصندوق الكبير اللي فوق على السطح، لان الكرتونه حجمها اهي. بس لما الكتكوت هفهمكم بقى حاجه مهمه جدا، تربى في الوسع بس المكان دافي، يبقى يومه بيومين عن الكتكوت اللي بتربى في كرتونه محمدقه كده على قده. المكان الواسع بيربي الكتكوت. الناس اللي بتقول اللي احنا بنربي في اماكن ضيقه علشان الكتاكيت ما بتح... يعني ما تستهلكش على اللي هو تتحرك كتير وتجوع كتير وتستهلك علف كتير والكلام ده كله، الكتكوت
اللي بتربى في مكان واسع هيجي معاكو يومه بيومين، وعن تجربة شخصية المكان الواسع بيساعد جدا على ان الكتاكيت تكبر معايا بسرعة، وعامة بيدي صحة ونشاط وحيوية سواء للكتاكيت او للطيور الكبيرة، انها تتربى في مكان مفتوح وواسع احسن 100 مرة ما تتربى في مكان ضيق ومكتوم. طبعا الفراخ ديت انا هبدأ ان انا اطلعها من بكرة ان شاء الله، وهجهز لها الصندوق بتاعها، وهبدأ ان انا يعني اصور لكم بقى وانا فوق انا هتعامل معاهم ازاي. طيب الفراخ دي بقى انا ازاي هتعامل معاها الفترة دي؟ هتعامل مع الفراخ الفترة ديت بطريقة الاستقبال اللي انا قلت لكم، ان انا بديلهم رافع مناعة، وفي نفس الوقت بالليل بقى بقوم حاطط لهم ليمون على المية. الفترة ديت ممكن ان احنا نزود لهم اي حاجة طبيعية على الاكل، زي مثلا الكركم، كركم وحبة البركة، دول من اكتر الحاجتين المهمين جدا اللي لازم ان احنا نحطهم للكتاكيت. حبة البركة رافع مناعة قوي جدا ضد فيروسات، الكركم يعتبر فاتح شهية ومطهر معوي وبينظف الأمعاء بتاعة الطير، وبيخلي الطير عنده قابلية جامدة جدا على الأكل، وبينظف المعدة والأمعاء بتاعة الطير. الكركم ممتاز ممتاز جدا 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 ليهم. نبدأ إن احنا نحط مثلا معلقة كبيرة على كيلو العلف، مبنحطش أكتر من كده. الطير اللي بتربى على حاجات طبيعية بيبقى طالع نشيط وبيحب الحركة ويطلع ريشه بسرعة ويبدأ ان هو يكبر معايا بسرعة، ويومه يبقى بيومين عن الكتكوت اللي بتربى على الأدوية، لأن الأدوية زي ما احنا عارفين زي ما هي بتدي مفعول بتدي عكس المفعول، بمعنى ان هي لما الكتكوت بيتعب معانا واحنا نيجي نديله علاج او نيجي نحصن الكتكوت عامة معانا، بنلاقي ان احنا ممكن الكتكوت العلاج يجي معاه عكس، يعني ممكن المضاد الحيوي يبقى يبقى عالي جدا على الكتكوت فالكتكوت يموت. ممكن الدواء احنا نستعمله غلط، فاللي هو انا بحب امشي معاهم على حاجات طبيعية، بستعمل ادوية عشان ما اكدبش عليكم، طبعا انا بستعمل ادوية بس للضرورة اللي هي الحاجات الاساسية، زي مثلا تحسينة الكوكسيديا، تحسينة الكوليستيريديا، النيوكاسل، الحاجات دي كلها، دي كلها تحصينات لازم اللي انا اعدها للطيور، زي الجامبورو والحاجات دي لازم التحصينات دي ضروري طبعا ان انا اديها للطيور، يعني بتبقى ادويه، فدي التحصينات ضد الامراض دي اللي هي الكوكسيديا والكوليستيريديا والنيوكاسل والجامبور والحاجات دي، دي تحصينات لازم ان انا اديها لهم. طبعا فيديو التحصينات اكيد اكيد هعمله معاكم، لاني عشان اوريكم انا بستعمل ايه للطيور بالظبط. اما طول فتره التربيه انا ماشي الطيور على حاجات طبيعيه، والعلف بوديه عند سن معين ولازم ان انا اوقفه. يعني الطير اللي بيتربى طول عمره على العلف لحمته بيبقى طعمها وحش، ودي بقى عن تجربة شخصية. أما الطير اللي بنبدأ إن إحنا مثلا نقدم له مثلا بواقي أكل بيت أو الكلام ده كله، صدقوني لحمته بتبقى زي العسل. طبعا أنا طول عمري انتوا عارفين بربي بأسس على العلف وبتكبر الكتكوت صح، وأي طير عامة عندي بأسسه صح، وبعد كده ببدأ إن أنا أمنع عنه العلف بالتدريج لحد ما أمنعه خالص، وابدا ان انا اديله من اكل البيت بتاعي. اهم حاجه بقى لازم ان احنا نعملها عند الكتاكيت الفتره ديت، نركز مع حاجه واحده بس، الحمام بتاعه، نشوف فيه اسهالات ولا لا، نشوف في الكلام ده ولا لا. اهم حاجه الحمام بتاعه، زي ما انتم شايفين الحمام بتاعهم كله متماسك، فطبعا كده انا ماشي كويس معاهم وتمام. اهم حاجه بقى لازم التنظيف، لان طبعا انا زي ما قلت لكم هنقلهم بكره وهنقلهم كمان على نشاره، لان غلط اكبر غلط ان هم ياكلوا من الاكل اللي واقع على الارض ومتوسخ في الحمام بتاعه. وبس مش هبقى اطول عليكم اكتر من كده، يا ريت يكون الفيديو عجبكم، تكونوا عملتوا لايك واشتراك للقناة، واشوفكم فيديو جديد على خير.